حضراتكم الموضوع بقى من موضوعاتنا النقاشية النهاردة. الحقيقة إنه الفترة اللي فاتت دي كتير قوي مننا كان بيسمع مصطلح الجامعات التكنولوجية. ولما تشوف وإحنا دايما بنتكلم مع حضراتكم في هذا الصباح من واقع الأرقام والحقائق، لما تشوف كده هتلاقي إنه فعلا في تطور، في قطاع تطور كبير الحقيقة في قطاع التعليم والتعليم العالي. التطور ده لم يقتصر فقط على إنشاء جامعات جديدة وجامعات تكنولوجية، إحنا بنتكلم إن الدولة امتدت كمان لإضافة برامج جديدة في الجامعات المختلفة. يعني مؤسسة الجامعية نفسها أصبح كمان جواها برامج مختلفة. عايزين نتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن بشكل أكثر تفصيلا طبعا عن الجامعات التكنولوجية، وأي كلمة تكنولوجيا الحقيقة لازم على طول تلفت نظرنا، لأنه التكنولوجي is the future is the key، هي المستقبل وهي الحياة وهي المفتاح لأي نجاح ممكن نبحث عنه. خلونا ناخد عبر كاميرا اكسترا نيوز ضيفتنا الكريمة الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس. يا دكتور صباح الفل على حضرتك. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا دكتوره منى، صباح الخير. صباح الفل يا دكتوره، صباح حضرتك، اهلا بيك. دكتوره محبات، الدوله المصريه ومؤسستها مؤثره طبعا في وزاره التعليم العالي، يعني انشات عدد من الجامعات التكنولوجيه في الاونه الاخيره تحديدا في المدن الجديده وربما ايضا في بعض المدن القائمه حاليا. ازاي حضرتك شايفه هذا الاهتمام المتزايد والمتواصل والمستمر من الدوله لانشاء والتوسع في القاعده الرئيسيه للجامعات التكنولوجيه؟ صباح الخير على حضراتكم. الحقيقة طبعا الدولة المصرية نجحت نجاح غير مسبوق خلال الست سنوات السابقة فيما يتعلق بملف التعليم الجامعي والتعليم العالي. ويمكن الإجابة على سؤال حضرتك فيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، ده توجه الحقيقة الدولة نتيجة طبعا التقدم العلمي والتكنولوجي في دول العالم المتقدم. بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي بقيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار الحقيقة وضعت خطة زمنية، وده الحقيقة بينجح أي وزارة، هي أن في خطة من 14 ل 30، وهذه الخطة نبع من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وطبعا تم تنفيذ جزء من هذه الخطة أهمها إنشاء الجامعات التكنولوجية اللي هي الحقيقة هتخرج الطالب قادر على مواكبة سوق العمل. وهنا بقى حضرتك لو تشوف مثلا في 8 ديسمبر الحالي كان في المنتدى العالمي، استضافت مصر المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي. وكان في المنتدى ده سيادتك طبعا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كان بيركز في كلمته على احنا محتاجين وظائف جديدة في المرحلة القادمة. فعشان نبقى عندنا وظائف جديدة في المرحلة القادمة تواكب سوق العمل، إذا نحن بحاجة إلى جامعات تكنولوجية. وفي جامعة تكنولوجية في القاهرة الجديدة، وفي الجامعة التكنولوجية في بني سويف، وأعتقد في بقى دلوقتي في الطريق إلى 6 جامعات أيضا تكنولوجية. فيها ميزة بقى حضرتك إيه هي؟ إن الجامعات العادية بتاخد طلبة الثانوية العامة فقط، إنما الجامعات التكنولوجية بتاخد نسبة كبيرة من خريجي الطلبة اللي متخرجين من التعليم الفني. صحيح. التعليم الصناعي مثلا، التعليم الفني تجاري. ده مهم جدا، لأن الطالب بتاع التعليم الفني ما كانش بيخش الجامعة، دلوقتي يقدر يخش الجامعة التكنولوجية، وعلى فكرة مصاريفها يعني مش كبيرة، وهو ده المطلوب الحقيقه في المرحله القادمه. نعم دكتور، التعليم الفني حضرتك ذكرتي كذا حاجه كلها مهمه، حاجات كثيره مهمه جدا، الحديث عن التعليم الفني والحديث عن سوق العمل. والحقيقه انه من عشرات السنوات واحنا بنسمع انه في مطالب انه الدوله تهتم اكثر بالتعليم الفني وتقديمه على انه اسلوب راقي من التعليم ومهم ومناسب لسوق العمل. هي مش الفكره بس ان انا شهادتي ايه، الفكره هشتغل بيها في ايه. كيف يعني تجدين اهتمام الدوله المصريه في الفتره الحاليه والفتره الماضيه بربط التعليم الفني بسوق العمل، بحيث انه الطالب بعد ما يحصل على شهادته لا يلاقي قدامه فرص عمل موجوده، ما تبقاش الشهاده متعلقه على الحيطه وخلاص.
تمام. بصي، هو حضرتك مشكلة التعليم الفني عندنا في مصر بالذات هو مشكلة ثقافة مجتمع. يعني بتلاقي معظم الأسر المصرية بتحب تودي ولادها التعليم الثانوي العام على اعتبار ان التعليم الفني بيبصوا له نظره مجتمعيه ان ده اقل من التعليم العادي وده مش خريج ثانويه عامه. بالظبط كده. لكن احنا بقى مع التطور الجديد، وده دور الاعلام، وبشكركم ان انتم طبعا النهارده بتناقشوا هذا الملف. دور الاعلام هو توعيه المجتمع ان ما عادش بقى في نظام حكايه لا ما تقلقوش، التعليم الفني دلوقتي هيبقى فيه جامعات تكنولوجيه. الطالب اللي هيخرج من التعليم الفني لمن يرغب طبعا ان هو يشتغل بالشهاده، ولمن يرغب يلتحق بالجامعات، فهيخش الجامعه هيبقى خريج جامعه. ما فيش بقى حاجه اسمها ان هو بياخد ان هو معاه دبلوم فني فيتقدم لعروسه والكلام ده، لا ما عادش بقى الكلام ده دلوقتي الحقيقه. وفي نفس الوقت انا سعيده جدا ان وزاره التعليم العالي ابتدت تتوسع في الجامعات التكنولوجيه، مش كده كمان، ده ابتدت الحقيقه الجامعات المصريه، بعض الجامعات المصريه الحكوميه بتنشئ برامج فيها نوع من التكنولوجي وتخصصات جديده مرتبطه بالعلوم التكنولوجيه. وانا شايف الحقيقه ان ده برضو يعني انجاز للجامعات الحكومية. ويمكن في المنتدى العالمي كانت منظمة اليونسكو ممثلة، وطبعا إحدى المتحدثات أشادت بالجامعات المصرية وقد إيه إنها تقدمت في البحث العلمي وفي النشر الدولي. صحيح. وأشادوا كمان بأن يعني مصر متقدمة في ملف التعليم العالي والبحث العلمي.